بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. الإنسان محاط بالنعم الإلهية بما لا يمكن عدها. كل فرد فرد منا منذ اللحظة الأولى من ولادته وإلى يومنا هذا تحيط به الملايين من النعم الإلهية، وربما تكون هنالك نعمة بل نعم متعددة تلازم الإنسان، والكثير منا يجهل وجود هذه النعمة ولا يلتفت إليها أصلا. النعم المادية الجمة بعد من أبعاد النعم، النعم المعنوية الكثيرة. نحن غارقون في هذه النعم، لابد من الالتفات إليها. لحظة واحدة إذا تسلب نعمة واحدة من الإنسان في ذلك الوقت يدرك قيمة هذه النعمة. كمثال ضربان القلب منذ اللحظة الأولى من الولادة، بل قبل الولادة، إذا هذا الضربان يختل دقات القلب يسرع أو يبطئ، الإنسان مصيره إما إلى المستشفى وإما إلى المقبرة. وهنالك الملايين من أمثال هذه النعم. نعمة العين 60 سنة هذه النعمة معنا أو أقل أو أكثر، إذا لحظة واحدة تسلب هذه النعمة. أحد العلماء كان يقول جربوا، الإنسان إذا يفقد النعمة يلتفت إلى قيمتها. خلي يجرب اليوم على مائدة الطعام الشهية وفيها ما لذ وطاب، الإنسان يغمض عيناه ويأكل مع زوجته وأولاده، هنالك يدرك قيمة العين، يدرك قيمة النظر. هذا جانب من عظمة النعم الإلهية، وهو الجانب المادي. وهنالك جانب آخر هو الجانب المعنوي، نعمة الإيمان. هل واحد منا مستعد أن يعطي هذه النعمة ويأخذ الدنيا وما فيها؟ نعمة الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله ولدنا في بيئة إيمانية موالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تتبرأ من أعدائهم. نحن منذ الولادة وإلى يومنا هذا في هذه البيئة الإيمانية الولائية، هل أحد منا مستعد أن يبدل هذه النعمة بكل الدنيا وما فيها؟ جاء ذلك الشخص إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال أنا فقير، فأجابه الإمام كيف تدعي الفقر وأنت تملك شيئا لا تستعد، أنت مو مستعد أن تبدل بالدنيا وما في الدنيا؟ قال لا أملك شيئا. فقال له ألا تملك الولاية لنا؟ هنالك يلتفت الإنسان إلى عظمة هذه النعم.
الإلهية. هذه النعم بحاجة إلى شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما هي كيفية شكر هذه النعم الجمة؟ للشكر مراتب كما للنعم مراتب. شكر لساني، أن يقول الإنسان الشكر لله، شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله، الحمد لله على جميع نعمه. هذه مرتبة من مراتب الشكر، ولكن هل يقف الشكر عند هذا الحد؟ الجواب لا، وإنما هنالك مرتبة أخرى من الشكر، هي المرتبة العملية للشكر، الشكر العملي. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، كيف نعمل شكرا لله تبارك وتعالى؟ المقوم الأساسي لشكر النعم الإلهية تتلخص في كلمة واحدة، هي كلمة التقوى وفعل الواجبات، الالتزام بالواجبات وترك المحرمات. هذا هو الشكر العملي، أو المصداق الجلي والأتم للشكر العملي. إنما يتقبل الله من المتقين. في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فكيف نكون من المتقين؟ حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا. لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه أو لشريكه، فيعلم من أين اكتسب المال، يعلم من أين مأكله، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه. يا أبا ذر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أبا ذر بهذه الوصية: إذا الرجل لم يبال من أين اكتسب المال، يا أبا ذر، من لم يبال من أين اكتسب المال، مو مهم عنده، حرام، حلال، ربا، ظلم، بخس المرأة حقها ومهرها، عدم إعطائها حقها، النفقة الواجبة، الأولاد، الفقراء، الخمس، الزكاة، زكاة الفطرة. يا أبا ذر، من لم يبال من أين اكتسب المال، لم يبال الله من أين أدخله النار. الله بعد ما يهم عنده، أنا قوانين الله تبارك وتعالى لا تهمني، الله أيضا هذا العبد العاصي لا يهمه. إذن الشكر العملي لجميع النعم الإلهية تتلخص في هذه الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين. إن أبلغ الحديث وأحسن الموعظة كلام الله تبارك وتعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عيدكم سعيدة 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 يا لعيدكم عقيدة 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 أيامكم سعيدة 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 يا لعيدكم عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. هنالك ظاهرة خطيرة تصيب الأمم في المنعطفات الحساسة، أمة تغفل عن موضوع مهم وإذا بهذه الأمة تسقط في ذلك المنزلق الخطير. هذه الظاهرة تسمى بظاهرة الخذلان. أمة تخذل القادة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته الإلهية أمته أو الكثير من أمته خذلوا في مواطن حرجة جدا، وكانت بعضها قاضية على الرسالة، مو قضاء كاملا وإنما أحدثت شرخا في الأمة. في يوم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تفرقوا عنه، ولم يبق إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين وربما بعض الأصحاب كانوا يدافعون عن الرسول. هذا هو الخذلان. في يوم حنين أيضا كذلك، وربما أشد مظاهر الخذلان تجلت في اللحظات الأخيرة لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما قال إيتوني بدوات وكتب لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا أو بعده أبدا. اللحظات الأخيرة وهي اللحظات الأهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يعين مصير أمة، يريد أن يكتب لهم شيئا لا يضلون بعده أبدا. أهم وصية لرسول الله كانت تلك الوصية. ماذا كان يريد أن يكتب لكي لا تضل الأمة؟ هنا جاء دور الخذلان. الذين كانوا أو بعض الذين كانوا موجودين قالوا حسبنا كتاب الله، وأصبح الشرخ كبيرا بين المسلمين. في زمن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على الخذلان الأول حينما ابتعدوا عنه منذ اللحظة الأولى بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله. 25 سنة هذا خذلان أمة للقادة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وخذلانه أيضا في اللحظات الأخيرة حينما كان مالك الأشتر يريد أن يقضي على معاوية. اجتمعوا حوله فأرسل الإمام صلوات الله وسلامه عليه خبرا إلى مالك: إن كنت تريد أن ترى إمامك حيا فارجع. لحظات بين مالك وبين القضاء على مصدر الفساد ومصدر الإرهاب ومصدر كل نفاق وشرك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فعاد مالك. هذا هو الخذلان. في حياة الإمام الحسن تجلت ظاهرة الخذلان أيضا.
لا أريد أن أدخل في تفاصيل القضايا. في حياة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تجلت هذه الظاهرة، خذلان الناس لمن بيده الآن. هذا ما مضى، أما اليوم هل نحن نعيش هذه الظاهرة أيضا؟ مقدساتنا تنتهك في البقيع وفي سامراء منذ أكثر من 100 سنة أو أقل. ماذا صنعنا؟ هل نكرر التجربة التاريخية السابقة؟ أم هنالك وظيفة لكل فرد فرد يجب عليه أن يؤدي هذه الوظيفة وهذه المسؤولية؟ دماء المسلمين، دماء المؤمنين تراق وتسفك في شرق الأرض وغربها، أعراضهم تنتهك في مختلف البلاد الإسلامية، أموالهم تصادر. هل هنالك مسؤولية؟ أم أنا أيضا أكون من الذين لا سمح الله يخذلون؟ هذا المنعطف التاريخي الحساس إما يرفع بالمؤمنين إلى الأعلى، وإما لا سمح الله يهوون إلى واد سحيق. وفي تاريخ العراق أيضا كانت هنالك ظاهرة للخذلان بعد ثورة 20، ومآسي تلك الظاهرة مستمرة إلى يومنا هذا. يجب على الإنسان أن يهتم، يشعر في قلبه، يشعر في ذاته بأن له مسؤولية تجاه هذه الأحداث. ما هي مسؤوليتنا؟ مسؤولية العلماء أن يوجهوا الجماهير إلى واجباتهم الدينية وإلى التكاتف لأخذ الحقوق المشروعة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما ضاع حق وراءه مطالب. هذه مسؤولية العلماء أو بعض مسؤولية العلماء. مسؤولية الشباب الجامعيين أو بعض المسؤولية الشباب المثقفين الواعين: إقامة الندوات، إقامة المؤتمرات، إقامة المجالس للبحث والدراسة والتحقيق في كيفية إنقاذ المؤمنين من هذه المآسي التي نشاهدها. مسؤولية الإعلاميين أن يبينوا ظلامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويضغطوا عبر المقالات والدراسات ووسائل الإعلام بكيفية أخذ الحقوق واستردادها لأصحابها. كل واحد أي مهنة عنده، أي ثقافة عنده، أي عمل عنده، يجب عليه أن يجند عمله لأخذ هذه الحقوق واستردادها، وإلا نظل على هذه الحالة: المثقف بثقافته، الفنان بفنه، الكاتب المؤلف بكتابته، الخطيب بلسانه، الإعلامي بوسائل الإعلام، السياسي بمنصبه. وهكذا وهل مجر يستخدم ويستثمر ويستغل هذا المنصب الموجود فيه لاسترداد الحقوق إلى أهلها. ووظيفة الجماهير: الاعتصامات، المظاهرات السلمية وما أشبه ذلك، كتابة الإيميلات، البريد الإلكتروني، الضغط على المجاميع الدولية ومنظمات الحقوق الإنسانية وما أشبه ذلك. وإلا فسيبقى الحال على ما هو عليه، بل يتردى إلى الأسوأ. ومن أهم الأمور التضرع إلى الله تبارك وتعالى من أعماق القلب، الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فبيده كل الأمور، يا من بيده كل شيء.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. التضرع حالة انقطاع إلى الله تبارك وتعالى، مثل الأم اللي يسجنون ابنها، شلون تتضرع إلى الله تبارك وتعالى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا، الآن نحن نعيش في البأس الإلهي، تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الله تبارك وتعالى لا يكشف ما بنا إلا بالتمسك بالوسائل الغيبية، بالإضافة إلى التمسك بالوسائل المادية، الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لنرفع أيدينا بالدعاء والتوسل والتضرع إلى الله الرحمن الرحيم، ليعجل في فرج مولانا بقية الله الأعظم. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم فرج عن المؤمنين في شرق الأرض وغربها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.